بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 28 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. من وادي الدواسر رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل ميم ميم الدوسري. أخونا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد من الله علي بالهداية والقيام بالواجبات ولا أزكي نفسي، ولكني مفتون بتقصير اللحية. أدعو لي بالهداية، ثم ما هي الطريقة التي تجعلني أتجنب تقصيرها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في أحاديث الأمر بتوفير اللحى وإكرامها وإرسالها وإرخائها وإرجائها وعدم التعرض لها بحلق أو بقص، وأن ذلك من التشبه بالكفار، تشبه بالنساء وإفقاد الوجه جمالا جعله الله له يتميز به عن النساء. فالواجب هو عدم التعرض للحية وأن تترك كما هي، هذا هو الواجب. والذي يعينك على ذلك هو أن تتذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أن في حلق اللحية أو قصها مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا يخشى عليه من الفتنة. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا تذكرت هذا الوعيد فإنه يعينك على الالتزام بتوفير لحيتك، وتذكرت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك إذا تذكرت حديث سنن الفطرة التي منها إعفاء اللحى وأن ذلك من سنن الأنبياء، فهذا مما يعينك أيضا. وتذكرت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فإن ذلك يعينك على مخالفة الذين يحلقون لحاهم من الكفار والمنافقين، يهود والنصارى والمجوس. كل ذلك مما يعينك على توفير لحيتك وعدم قصها أو التعرض لها، كما يعينك على الالتزام ببقية السنن والأوامر الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من الشرايا بعثت تقول: المقدمة جيم كاف عين مكة المكرمة الشرايا. أختنا تقول في رسالة لها: لاحظت أن بعض النساء عند القيام لصلاة الجماعة لا يحسن القيام في الصف، فترى بعضهن متقدمات وأخريات متأخرات، صفوف موجة، بالرغم من أن الإمام قبل أن يكبر يشير إلى الاعتدال والاستواء، وقد قمت بالتنبيه عليهن بذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي. نرجو من فضيلتكم التحدث إليهن في هذا الموضوع لعل الفائدة تعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم. لا شك أنه يجب تعديل الصفوف وإتمامها في حق الرجال وفي حق النساء، فلا يجوز الإخلال بنظام الصفوف، بل يجب العناية بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: تعديل الصفوف والتراص فيها وسد الخلل وتعديلها وعدم تقدم أو التأخر فيها، بل يكون ذلك بمحاذاة المناكب والأكعب، يكون كل مصل يكون محاذيا لمن بجواره بمنكبه وفي كعبه، هذا هو المقياس. إذا تحالت الأكعب وتحالت المناكب فقد اعتدل الصف،
وإن اختلت فقد اختل الصف. هذا هو المطلوب من الرجال ومن النساء. النساء يكون صفوف خلف الرجال مثل صفوف الرجال تماما، ولا يجوز لهن التفرق أو التقطع في المسجد أو الإهمال في آداب الصفوف، كل هذا لا يجوز. وأيضا بالمناسبة ننبه على مسألة كثر وقوعها بين الرجال والنساء في الصفوف، وهي أن بعضهم يفحج رجليه إذا وقف فحجا يضايق من بجانبه، بمعنى يباعد بينهما. أي نعم، بمعنى يباعد بينهما ويضايق من بجانبه من هنا ومن هنا، ويفتح فرجة بين رجليه في الصف، وهذا غير مشروع. ولا أدري من أن أخذ هذا، فهي ظاهرة سيئة. المطلوب في سد الفرج والخلل في الصفوف ليس هو في المباعدة بين الرجلين وفتح ما بين الرجلين وهذا التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. المطلوب من ذلك أن يتقارب المصلون بعضهم من بعض، لا أن يتفاحج المصلون ويتركوا بين أرجلهم فتحات في الصف ويضايقون من بجانبهم. هذا أمر غير مشروع وظاهرة سيئة. كما أن بعضهم إذا سجد أو إذا ركع فإنه يمد مرفقيه هنا وهنا حتى يضايق من بجنب، أو جلس تشهد فإنه أيضا يوسع ما بين فخذيه ويأخذ مسافة من الصف يضايق من بجانبه. كل هذا من التكلف والإخلال بالصف والإساءة إلى من بجواره، فالواجب تنبه لهذه الأمور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ميم ميم يقول: إذا كان أبي لا يسد الصلوات جميعها في المسجد، فهل علينا نحن شيء؟ وهل يجب أن نقدم له شيء وقد توفي إلى رحمة الله؟ جزاكم الله خيرا. إذا صلى في البيت وترك الصلاة في المسجد من غير عذر شرعي فإنه يكون تاركا لواجب، يكون تاركا لواجب ويأثم على ذلك، ولكن صلاته صحيحة ومشروع لكم الاستغفار له والدعاء له والتصدق عنه، ينفعه الله بذلك، لأن هذه خطيئة يرتكبها، وواجب تركه يأثم عليه، ولكن ينفعه الاستغفار والدعاء له والتصدق عنه إذا تقبله الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل علي شيء إذا دعوت بهذه الدعوات الجامعة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذه أدعية طيبة مباركة، هذه أدعية يرجى من الله سبحانه وتعالى قبولها، وفيها نفع لك ونفع لوالديك ونفع للمسلمين. هي أدعية عامة جامعة، فهي أدعية طيبة، أدعية مباركة، واردة في الكتاب والسنة، مشروعة، فيها خير كثير والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: المرسلة جمعة محمود عمر، الأخت جمعة تسأل تقول: هل يحق للحرمة أن تحج بدون محرم؟ لأنني أعمل هنا في السعودية وليس في استطاعتي إحضار أحد من أهلي كمحرم لي، جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم للحج أو لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، في رواية مسيرة يومين، في رواية سيرة ثلاثة أيام، في رواية مسيرة يوم وليلة، وفي رواية مطلقة لا تسافر مطلقا إلا مع ذي محرم للحج ولغيره. بل إن الحج ورد فيه أيضا ما يخصه، فإن رجلا أراد أن يخرج في الجهاد وامرأته تريد الحج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فأرجعه من الغزو ومن الجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته محرما لها. هذا يدل على وجوب المحرم للمرأة، وأنها لا تسافر إلا مع المحرم للحج ولغيره، والحج آكد، ولهذا لا يجب على المرأة الحج حتى تجد المحرم، فإن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإن لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى يتوفر لها المحرم، فإن أيست من وجود المحرم فإنها تنيب من يحج عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مصطفى عبد الوهاب حسن بكر بعث يسأل ويقول: حدث ونحن نصلي صلاة العيد في الخلاء أن انقطع التيار الكهربائي ونحن في السجدة الأولى من الركعة الثانية، وكنا نصلي في آخر الصفوف، فلم نرفع من السجود إلا بعدما سلم الإمام، حينما كبر أحد المصلين لما رأنا، فحدث أن هناك أناس كثيرون قد سلموا وترك الصلاة ولم يكمل السجدة الثانية، وآخرون مثلي سجدنا السجدة الثانية وقرأنا التشهد ثم التسليم، ما الحكم حينئذ يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ الذين سجدوا السجدة الثانية وأتوا بالتشهد ثم سلموا، هؤلاء صحت صلاتهم وأكملوها والحمد لله. أما الذين سلموا مع الإمام ولم يسجدوا السجدة الثانية، فإن كانوا ذكروا قريبا فإنهم يأتون بركعة كاملة، فإنهم إذا ذكروا قريبا وهم في المكان فإنهم يسجدون السجدة الثانية، لا يأتون بركعة ولكن يسجدون السجدة الثانية ثم يأتون بالتشهد الأخير ثم يسلمون ثم يسجدون سجدتي السهو بعد السلام، وإن سجدوهما قبل السلام فلا بأس. أما إذا لم يتذكروا إلا بعد مدة فهؤلاء يجب عليهم إعادة الصلاة كاملة، يجب عليهم إعادة الصلاة كاملة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة، وآثرت في هذه الرسالة عدم ذكر اسمها، تقول: في أحد الأيام توفي أحد أقاربنا، وجاء النساء للتعزية حاملين معهم كمية من البن والهيل، وقد اعتادوا على هذه العادة دائما عندما يأتون للتعزية أحد الناس يحملون إليه كمية من البن والهيل، ما حكم هذه العادة وما حكم استعمال هذا البن والهيل؟ مع العلم أنني استخدمته كله في إكرام الضيوف، أعني الضيوف الذين لم يحضروا للعزاء فقط وإنما يحضرون في مناسبات أخرى، جزاكم الله خير. الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في العزاء أن يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم يأكلونه في بيتهم، لأنهم مشغولون عن صنعة الطعام، هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لأهله طعام يأكلونه، لأنهم مشغولون بالمصيبة. أما التوسع في هذا والإتيان بالأطعمة والذبائح فهذا غير مشروع، الزائد عن الحاجة هذا غير مشروع، أو أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس ويقدمون للناس، وربما يكون هذا من تركة الميت ومن مال الورثة والقصار، فهذا لا يجوز، لأنه أكل لأموال الناس بغير حق، إلا إذا كان أهل الميت فقراء وأتى الإنسان لهم بشيء من الطعام أو من القهوة نظرا لفقرهم وحاجتهم، كون في البيت مثلا عائلة فقراء مات ميتهم وليس عندهم شيء، فيأتي لهم من يعلم حالهم من جيرانهم أو أقاربهم بطعام أو بنقود أو بأكسية أو غير ذلك ليسد فقرهم وحاجتهم، فهذا لا مانع منه، هذا من الصدقة ومن دفع الحاجة. نعم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. تقول أختنا: في أحد الأيام كنت صائمة صوم تطوع، وأمر زوجي ولدي بإحضار أحد الأشخاص، ومن خوفي عليه حلفت عليه ألا يذهب، وكان عمره 16 سنة ولا يحمل رخصة قيادة، ولكن زوجي أصر عليه فذهب، ويقول ولدي: إنه لم يعلم أنني حلفت وإلا لما كان ذهب، هل علي إثم وعلي كفارة أم بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن الهيئة أخذ 100 ريال ككفارة ابن الأيمان، جزاكم الله خيرا، ولا أدري أي هيئة تعني، فهي لم تذكر اسمها ولم تذكر بلدها شخصا، ربما أنها تعني هيئة الإغاثة، الله أعلم. نعم. يجب عليك الكفارة إذا حلفت على ولدك ألا يذهب ثم ذهب، فإنها تجب عليك الكفارة، لأن من حلف على من يمتنع بيمينه كولده بل له عليه سلطة، نعم، وخالف يمينه، إنها تجب الكفارة على الحالف، إلا أنها ذكرت أن ابنها لم يعلم أنها حلفت، نعم هكذا تقول، هو لم يتعمد المخالفة، نعم، فليس عليها كفارة في هذه الحالة، ما دام أنه لم يعلم أنها حلفت ولم يتعمد المخالفة فليس عليها بهذا كفارة والحمد لله. وأما دفع الكفارة للإغاثة فهذا لا يجزي، نعم، لأن المطلوب أن الذي عليه الكفارة يدفعها للمحتاجين، ما
المساكين الذين في البلد هم أحوج وأحق بها. أما الهيئة تأخذ نقود، بعد أيضا ذكرت أنها دفعت النقود. نعم. والنقود لا تجزي عن الطعام. نعم. والهيئة أيضا تأخذ هذه النقود وتضعها مع غيرها من التبرعات ولا تعتني بها ولا توصلها إلى العشرة المساكين ولا تتقيد بمواصفات الكفارة، وإنما تجمع هذه الأموال وهذه التبرعات ولا ندري عن تصرفاتها الباقية. الحاصل أنها لا تدفع للهيئة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أدخل في رمضان المطبخ بعد صلاة العصر لأداد الفطور، ولا أخرج إلا عند أذان المغرب، ما حكم ذلك علما بأني لا أصنع كثيرا من الطعام والأصناف وأستمع إلى بعض الأشرطة الدينية وأنا في المطبخ؟ لا حرج في ذلك، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. إذا دخلت بعد العصر لإعداد الفطور وحاجة الصائمين واستمر العمل إلى الغروب، فهذا فيه أجر لك وثواب عند الله إذا صلحت النية، واستماعك إلى الأشرطة أو إلى إذاعة القرآن أو البرامج النافعة زيادة خير وزيادة فائدة. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: والد زوجي يسكن معنا وهو مريض لا يستطيع الحركة إلا بالعكاز، وفي بعض الأحيان أكون غاضبة فأتكلم عليه في غيبته، ويعلم الله أنني بعد ذلك أندم، ومهما قلت فإني لا أقصد ذلك ولا أقصر في حقه وتلبية طلبه، فما حكم ذلك وماذا علي؟ وهل يكون لي أجر إذا احتسبت عملي في بيت زوجي؟ هل يكون لي أجر في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا قمت بخدمة زوجك فلك في ذلك الأجر، لأنك أديت واجبا عليك، ولكن عليك بحفظ لسانك من الكلام الجارح في حقه سواء كان حاضرا أو كان غائبا، فإنه يخشى من هذا الكلام أن يكون فيه إثم وربما يبطل أجرك، لأن الإنسان إذا تمنى بعمله فإن المن يبطل الأجر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان، أي المنان بعمله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل إذا مرت المرأة أمام المصلي سواء كان المصلي رجلا أو امرأة هل تقطع صلاته، علما بأن ذلك يتكرر في كثير من المساجد؟ نعم. تقول: هل إذا مرت المرأة أمام المصلي سواء كان المصلي رجلا أو امرأة هل تقطع صلاته، علما بأن ذلك يتكرر في كثير من المساجد؟ إذا مرت من وراء السترة، إذا كان المصلي أمامه سترة ومرت من وراء السترة فإنها لا تؤثر على صلاته، فإن لم يكن له سترة ومرت بعيدة عنه أكثر من 4 أذرع فإنها أيضا لا تؤثر على صلاته. أما إذا مرت بينه وبين سترته أو مرت قريبة منه دون 3 أذرع، إن كان هذا لضرورة كالمساجد المزدحمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، نعم، لكان هذا لضرورة لم يؤثر أيضا. الحمد لله. أما إذا كان لغير ضرورة بل نتيجة عدم مبالاة، فهذا إذا كان يصلي منفردا، إذا كان يصلي منفردا أو إماما، فإن الظاهر الحديث أنها تبطل صلاته بذلك. أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة للمأموم. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يحضر بعض الأحيان إلينا نساء ومعهن بعض أطفالهن ويطلبن صدقة إما لمرض أحد أبنائهن أو وفاة ولي أمرهن، ويحضرن بعض الأحيان بشهادة وفاة تبين وفاة ولي الأمر فنعطيهن ما شاء الله، هل تعتبر صدقة فيهن وما حكم إعطائهن ذلكم المال؟ جزاكم الله خيرا. صدقة تعطى للسائل، إذا كنتم لا تعرفون حال هؤلاء السائلين وأعطيتمهن بناء على ظاهر الحال فأنتم ماجورون إن شاء الله، والسائل له حق، فإن كان مستحقا فقد بلغت مكانها، وإن كان كاذبا فإن إثمه عليه، إن كان كاذبا فإن إثمه عليه. أما إذا كنتم تعلمون أنه ليس بحاجة وأنه كذاب فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الصدقة، خصوصا الزكاة، إن كانت من الزكاة فإنها لا تجزي لمن تعلم أنه غير مستحق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين.
وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان برنامج المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.